يستعديني على 20 فريم يا معلم. اوه فل هيد شوت يستعديني. هاي 20 فريم. الله. هاي 20 فريم. ربك 20 فريم ماهر. والله هاي شوف معلم شوف 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 شوف. تفضل شوف. شوف شوف ربك انتبه لي على الشاشة. تلقى انتبه لي على الشاشة تقطع. هذا عندنا جاي 20 فريم وانا بدي امسح اللعبه. السلام عليكم ورحمه الله. بدايه اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. رجعنا لكم فيديو جديد مره اخرى مع الاخ عباس. هلا والله الشباب. طبعا حبايب اليوم جبتكم الايباد، يعني ايش يعني تحدي جدا اسطوري. طبعا يا اخوان عباس لعب ايباد برو 2020 90 فريم وانا لاعب جوال ايفون 11 60 فريم. يا اخوان قررت العب ضده تحدي روم وارجعها على 20 فريم وهو يبقى يلعب 90 فريم. لنشوف هل ال 90 فريم يتقلب على ال 20 فريم او ال 20 فريم يتقلب على ال 90 فريم. لنشوف الافضليه او لاعبين ال 20 فريم يقدر يثبتون حالهم قدام ال 90 فريم، فراح نشوفه بهذا الفيديو. طبعا يا اخوان عباس لاعب لا يعرف ابدا، رابط قناته تلقونه بالوصف. لاعب جدا اسطوري، لاعب ايباد 6 اصابع جيروسكوب، لاعب سول سكواد من عالم اخر. رابط قناته تلاقونه تحت بالوصف. راح ينزل جزء ثاني هو يلعب على ايباد 20 فريم وانا العب 60 فريم. تحدي جدا اسطوري. شاهد الفيديو للاخير واعطوني رايكم بالتعليقات. اتمنى دعم المقطع باللايك، انو مشترك بالقناه كمان يشترك فعل زر الجرس. اتمنى لكم التوفيق والقوه، ربي يسعدكم. لا تنسونا قناه الاخ عباس بالوصف. مشاهده ممتعه. طبعا يا اخوان راح العب مع الاخ عباس. كم فريم نلعب؟ نلعب 20 فريم. اوكي اوه حبيسي والله. يا ياب هذا ما يبين اللاعب، ما يبين مات ال 20 فريم. اثبتوا لي وجودكم بالتعليقات. 20 فريم ضدي، ضد 90 فريم راح اموت موت. يا ولي يا اخي راسي قام يوجعني. وربي ما يبين يا اخوان، يمكن التسجيل لانه ب 60 فريم راح يبين عندكم بسلس، ولكن يا ياب حطيتك يا جاد تساعديني. شباب 20 فريم ضد 90. وربي يا اخوان لا اتفاقيه ولا اي شيء، العب لعبي هو يلعب لعبه. عندك عباس وقت تعمل جامب انا ما اشوف شيء. ربك قسم بالله. يا يا اخ ورا الكفر عم موت ملا حبيبي والله. ول 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 يا اخوان يعمل انبطاح يعمل جنب انا مو شايف شيء. لسه اني مدوخ والله والله، لسه ما متعود ابدا. ماهر تدري عندك ب 30 فريم بس تعطيني هيد شوت انت؟ ترى ما يدمج ابدا عندي. في حتى اذا تعطيني هيد شوت ما يبين عندك هذا ال 20 فريم. ريلودينج حبيسي والله. تبهدلنا والله تبهدلنا يا بناي. تارجت داون شنو والله ولا هيك شفت بس بدي كفر مي. انمي داون. اوه يسعدني على 20 فريم يا معلم. ريلودينج حبي بس اتعود شوي يا اخي. حاسه اللعب
اخي حاسس اللاعب سريع سريع يا اخي ما اعرف شلون لاعبك الا لاعبي لاعبي احس سريع ايه 20 فين حبي انا متعود على البطاقة يعني والله كراوش ودود شو معلم فوق يمين يسار خوات اللاعب قسما لنا ضيع يمك يا اخي والله اعطيتك ريمون تادي جدا اسطورية حبيسي والله والله ما اعرف اقول لك شيء انت بتلعب نوكيا ما اقدر وربي درع ما عندي معلم والله ما اعرف عم دمج حتى الحيطان مو بس انت يعني وربي درع ما عندي يا يا بيض بوكسات يا حيوان انا جبت معل 20 فريم مره ثانيه ثالث ماريس في بوكسات تعال راسي وجعني والله تدري هيتشوت والله هيتشوت وحده ما اعرف اثنين لانه حتى الصوت مغلوط عندي معلم ودي راحت كفر مي ده يا بياف والله كان هيتشوت اعطيت ده يا بياف اعطيتك غير حطيتك ده يا بياف أبلاع يا اخوان مثل ما تشوفون شيء اكيد يعني 20 فريم حبيبي والله والله حبيبي وقعت 90 فريم من وين اجى البيض لا اكسباير مسدس بلاك ابلاع والله هاي ترى نرفزني ريلودينج فريم فريم ويشي تعالي يا ياب ما لحقت اسلم ما لحقت اقول له مرحبا معلم هذا كله هيك شغل تعصيب انت لك حبيس والله هاي 20 فريم؟ اه الله هاي 20 فريم؟ ربك 20 فريم ماهر؟ والله هاي شوف معلم شوف 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 ضلع شوف 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 ربك انتبه لي على الشاشة تك انتبه لي على الشاشة تقطع يا رب عندنا هاي 20 فريم انا بدي امسح اللعبة انا رايح حمري يا بيض ابلع 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 يا اخي ما يبين يا اخي ما يبين يا اخوان بالبيك على 20 فريم معدوم ما تشوفه عن جد ما تشوف ما تشوف والله هذه ما تشوف تشوفها بالفيديو ما يبين يا ذلع يا حبيسي والله والله انا قلت انا اشيلك بالجنب مو انت اوه فل هيد شوت يسعد ديني
والله ما هرد اللي تلعب جوال نوكيا ابو كبسات يصير عندك 10 يا عمري. يا اخي يا اخي سيد من لعب مستوى ذا بالجوال فريم يا اخوان 20 فريم ليش شغل ايدك كذا اساسي بربك لا تبوش ثواني بدي احطها 60 ثواني ثواني شباب راح نحطها 60 اخر التحدي ونشوف الهيتشات بوش ربي لا والله تعودت انا رح تعودت على 20 اف والله ما رضى اجيب جوال اجيب بريم بضلك يا يا بعد سلاسه معلم لاعبي اعطني هيتشوت ضلعي لا ابد ما اعطيتك هيتشوت The blue team leads with 30 seconds left معلم الثلاثين فريم بس العشرين فريم عفوا بس بدها سلاسة انت علي؟ لك حبيسي والله مال يوسف يا اخوان جبت كل واحد بالستين فريم تمام يا اخوان هذا الفيديو حبينا نسويه يا اخوان وربي لا اتفاقية ولا شعباس يلعب لعبه وانا العب لعبي ولكن انا ضمن التحدي نتسلى يعني نطلع لبعض اوبن نجيب لقطات وكذا بس وصلنا لكم الفكرة انه العشرين فريم اللاعب اذا حاب يتدرب ويطور من مستواه اكيد بالعشرين فريم ابدا مو معيق يا اخوان شيء طبيعي انا لاعب ستين فريم وارجع العشرين فريم احس في لاق بالشاشة احس في تقطيع يعني يضيق خلقي بس تمام يا اخوان اما اذا انت كنت من الاساس لاعب 20 فريم والله يعطي اداء جدا اسطوري اذا كان ما باي مشكله يعني حركته قويه اذا كنت تلعب 10 فريمات راح تكون لاعب فطبعا يا اخوان حساسيتي كمان تصير لل 20 فريم لل 30 فريم عباس يلعب ايباد ماخذ حساسيتي فما في اي مشكله يا اخوان انتظر الجزء الثاني عباس يلعب على ايباد 20 فريم وانا العب على جوال 60 فريم ده خليه يصيح اتمنى لكم طيب القاتل ربي يسعدكم سلام